من أمام الشاطئ الذي وصف يوماً بالشاطئ الذهبي، انطلقت قوارب الصيادين في استعراض بحري قدموه تحية للجيش اللبناني في عيده 73. المسيرة البحرية التي نظمتها تعاونية صيادي الأسماك في سان سيمون الجناح توجهت نحو صخرة الروشة حيث ركنت القوارب وأطلقت مفرقعات نارية. نحن بنحيي البحرية تعيد الجيش، لأنه بالفعل الجيش وبحريته يعني كتير 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 مسهلين الأمور يقلنا كصيادين سمك، عشان هيك نحن بنحب الجيش والجيش بقلبنا، ونحن على طول مع الجيش الصيادين سمك منطقة الجناح ولا بأي منطقة هن مع الجيش. هي ليست المرة الأولى التي ينظم فيها صيادو سان سيمون الجناح مسيرة كهذه، فبعد انتصار فجر الجرود سارت القوارب أيضا تحية للجيش. وهذا أقل شيء أن نشارك فيها، لأنه الجيش حامل وطن وحامل سلم، واللي عمله ما حدا عمله قد جيش لبناني. لو ما جيش اللبناني ما في لبنان، وهذا أقل شيء بنعمله قدامهم أكيد، يعني شو ما عملنا بنكون مقصرين. قبطان السفينة يصل الجيش بالوطن إلى بر الأمان، وفي عيده 73 تحية إلى الجيش حامل حمى برا جوا وبحرا. جوال حجموسة، قناة الجديد.